أهم ما ميز المعرض في نسخته هذا العام هو أن كل ابتكار عرض فيه يعمل على خدمة التنمية والمجتمع مع مراعاة عامل الحفاظ على البيئة، وغواصة الكشف على طبيعة المياه أحد أهم الأمثلة على ذلك. احنا المشروع بتاعنا غواصة آلية، غواصة آلية بتنزل تختبر المية، تشوف المية دي صالحة للسمك، صالحة للبني آدمين إن هم ينزلوا فيها ولا لأ، نختبرها بكذا من طريقة، نشوف نسبة ملوحة المية، نشوف لو في حاجة معدن في المية مضرة للبيئة نحددها ونطلعها من تحت المية، وبنحدد درجة حرارة المية نشوفها دي سامحة للسمك يعيش فيها ولا لأ.